الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان بناؤنا أن نكمل الحديث عما يتعلق بحكمة الصوم وآثار الصوم وثمرة الصوم، ولكن التفت أن هذا اليوم هو يوم إمام زماننا روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفدا عصر الجمعة. المؤمن عينه على إمام زمانه في كل يوم، هكذا من المفروض بعد كل فريضة في قنوت صلواته، نعم لا يهمل ذكر مولاه، كلما ازددت ذكرا له هذا الذكر الباطني لإمام زمانك كاشف عن محبتك. كنوا معي في الترتب، الذكر إذا صار كثيرا من دون تذكير بهذا القيد، أنت مرة تمر أمام موكب يذكر الإمام بقصيدة في بيت بدعاء، أنت أيضا تجاري وتلهج، هذا صار بمذكر. الكلام في التذكير التلقائي من تلقاء نفسك، تستيقظ من النوم بعد الصلوات الواجبة تقع في مصيبة، ترى مصيبة، دائما هكذا ذكره على لسانك. اسمحوا لي هنا بمحطة فيها فائدة، هنالك ثلاث محطات اجعلها في حياتك، نوع. المحطة الأولى، الثانية، الثالثة، تجمع بين اثنين، تجمع بين الثلاث، الأمر إليك، ولكن لا تجعل يومك ونهارك خاليا من إحدى هذه المحطات الثلاث. رأيتم ما يسمى بقوس قزح، ألوان متعددة في قوس واحد. أولاً التفاعل الشعوري مع ذكر الله عز وجل، حقيقة من أجمل مناظر الوجود عند الله لا عند الناس، أكرمكم عند الله الذي بعين الله أجمل المناظر، لا مناظر الطبيعة، هو خالقها، ليس بأمر جديد. المجرات هو مكوكبها، الوجوه الحسان هو مصورها، ما الجديد؟ أي جميل في عالم الوجود في نظر الله عز وجل، وهو منشأ لكل جمال وكمال. أجمل مناظر الوجود أن يرى عبده بين يديه متملقا باكيا خاشعا، هذه أجمل صورة في عالم الوجود. ولهذا إن امتلكت مثل هذا الموقف، لا أقول في كل يوم، في الأسبوع مرة على الأقل، هذا المنظر منظر يباهى به الملائكة. العلاقة الشعورية، تأخذ سبحة بألف حبة وتقول كذا وكذا وأنت غافل، لا أعني هذا،
أيضا بالمناسبة يأتينا بعض الإخوان يقول نريد ذكرا وردا، أقول أي ذكر أي ورد؟ يريد كلمة يكررها، هذه هي العبودية. ينظر إلى التلفاز ويكمل ورده، ورط نفسه بورد لا بد أن يكملها 1000 مرة لا يعلم ماذا يصنع. يقول ننظر إلى التلفاز وبالأثناء نكمل الذكر، هذا ليس بذكر. عليك بالنوع لا بالكم، إن صليت 2 ركعتين خاشعتين بدمعة خير من قيام الليل كله والقلب ساه. هكذا إذن في طوال شهر رمضان الأكل والشرب، السحور والإفطار، هذا دعه جانبا. مضى من الشهر تقريبا ثلثه، في هذا الثلث انظر إلى لبه، رأيتم الحاصد في حقل القمح، يحصد القمح يجعل التبن جانبا ويأخذ الحب حب الحنطة. أكلك شربك نومك هذا ليس بأمر مهم. من أول الشهر إلى الآن هل ذرفت دمعة قطرة؟ هذه القطرة تطفئ بحارا من غضب الله عز وجل. نعم، إذن العلاقة المتميزة مع رب العالمين الشعورية هذا ابحث عنها. هنيئا بعض المؤمنين تقريبا لا تخلو صلاته من دمعة، إن لم تكن دمعة تفاعل شعوري أيضا، الدمعة غدة ملحية ليس هو المقياس. المقياس نعم تقلب القلب، خشوع القلب. الآن جرت الدمعة نور على نور، المهم الباطن المنقلب. البعض يشتكي من قلة الدمعة، لا ضير، إن كان قلبك خاشعا فأنت على خير. المحطة الثانية الحالة الشعورية مع صاحب هذا المقام الذي نحن بجواره. إذا وردت إلى مجلس حسيني كن مضطربا. بعض المؤمنين أباح لي سرا يقول أنا بالنسبة لي معنى كلامه مجلس الحسين عليه السلام قاعة امتحان، أنا مضطرب لا أدري عند الناعي ماذا سيكون حالي، أنا أخشى أن يذكر الخطيب بعض المصائب الثقيلة وأنا أتفرج عليه، هذه علامة غير طيبة. ولهذا البعض يقول إذا كان المجلس ليس فيه تفاعل أذهب إلى مجلس آخر أخشى من السقوط في هذا الامتحان. إذن التفاعل مع مصيبة الإمام التي أبكت ملائكة السماوات حتى الحور في الجنان، الآن تذهب إلى الحرم في ساعة متأخرة من الليل، الحرم هادئ ولكن ضجيج الملائكة الشعث الغبر، أنت لا ترى شيئا كما لا ترى الملائكة في ليلة القدر عند ضريح الإمام. أيضا سل الله عز وجل أن يعطيك هذه النعمة، نعمة البكاء والتفاعل. أخوكم هذا، خادمكم هذا، عندما أذهب لا أرى تفاعلا أقول يا مولاي اعذرني لا أقف عندك كثيرا أخشى من قسوة القلب. نعم إن رأيت رقة أطلت المكوث بين يدي. طبعا إذا رأيت إدبارا لا تقنع، قل يا أبا عبد الله ما الذي حل بي، جئتك من منطقة بعيدة من موطني من محافظتي ساعات في الطريق وأنا أقف الآن أمام الضريح ذاهلا كأني أتفرج منظرا طبيعيا، هذه علامة غير طيبة. قدم الشكوى له، هنا المستشفى وهو الطبيب الأعظم وأنت المريض،
تمت القضية، اعرض حالك بين يدي. والمحطة الثالثة، كل هذه مقدمة لحديثنا اليوم، المحطة الثالثة أن يكون لك تفاعل شعوري مع إمام زمانك. في الصلاة تخشع وتبكي عند الحسين عليه السلام، تبكي ومع إمام زمانك. المشكلة الحسين له قبره، له ضريحه، له قبته، تتذكر مآسيه في يوم كربلاء، ولكن مع الإمام كيف؟ ما رأينا له شخصا، ما سمعنا له صوتا. إمامنا حي مرزوق، لا مثوى له، لا مشهد له. القضية إخواني فيها صعوبة، يحتاج إلى بعض المقدمات. كلامنا فيما تبقى من الوقت، كيف نصل لهذه الحالة؟ وهذا حديث يعنيكم جميعا. من منكم لا يعتقد بإمام زمانه ولا ينتظره؟ هذا المعنى مهم. البعض طوال العام قد يبكي من خشية الله، قد يبكي في الزيارة، ولكن في يوم من الأيام ما استشعر فقد إمامه، تفقد بعض الدريهمات تتألم، تفقد ولدك تبكي. رأينا بعض الأمهات في الحرم تبكي بكاء الثكلى، تقول ضيعت ولدي، وولده بعد لحظات تجده في نعم في مكان المفقودين. ولكن هل بكيت لفقد إمامك في يوم من الأيام؟ أما تقرأ في دعاء الندبة عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى؟ في الأربعين ترى الملايين، إذا وصلت الحرم قل يا مولاي أين أنت؟ رأيت الملايين طوال الطريق ولم أسمع لك حسيسا ولا نجوى. ليلة النصف تأتي لزيارة الحسين عليه السلام، تقول هذه ليلة ميلادك، هل من عطية يا مولاي؟ بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا. توفقت ليلة القادر أن تكون عند الحسين عليه السلام، من الغروب إلى مطلع الفجر إمامك زار جده قطعا ليلة القادر، كيف يفوت زيارة جده؟ إذن إخواني لنعمق هذه الصلة، الوقت انتهى تقريبا، ولكن أولا استشعر وجوده. لا داعي لأن تقرأ ما يدل على أن البدن الإنساني يمكن أن يبقى أمره بين الكاف والنون. ما الغرابة؟ سنوات دعوة نوح في القرآن الكريم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه سنوات دعوته لا عمر نوح. من أبقى نوحا بهذا العمر الطويل كيف لا يبقي إمام زماننا؟ إمام زماننا الذي يصلي خلفه نبي من أولي العزم كنبينا عيسى عليه السلام. لا تبحث عن هذا كثيرا ولا تستغرب. إذن أن تستشعر وجوده الشريف بيمنه رزق الورى، لولا الأرض لساخت الأرض بأهلها. هذا المعنى اجعله في بالك جيدا. المعنى الثاني أن تكون على مستوى ظهوره. اتفاقا قبل أيام أحد المؤمنين جزاه الله خيرا، اتفاقا من طلبة العلم، قال لي كلمة، هذه الكلمة يبدو أثرت فيه وأثرت في، وجوار أمير المؤمنين، يقول ذهبت إلى الأمير تعلموا أساليب المناجاة والدعاء. يقول ذهبت إلى أمير المؤمنين وقلت له يا أبا الحسن، يسمع الكلام أبو هذه الأمة،
تكلم مع كل الأئمة كلامك مع الحي، بل هو أعلى من الحي. ضع فمك في الضريح وتكلم، يصل إليهم بلا ريب. قلت له: يا أبا الحسن، أريد منك شيئا. إذا زارك ولدك المهدي في أقرب فرصة، ليلة جمعة، يوم جمعة، سله أن يرضى عني، أنا شاك في رضاه، لا أدري هو راض عني أم لا. ثم هذا العالم ذكر مثالا، قال: يتفق الولد يهرب من المنزل، يهرب مع أصدقاء السوء، تعلم مكانه، تتصل به، تقول: ولدي ارجع إلى المنزل. يرجعه، لا يضربه، بل قد يرحب فيه إجبارا وهو غير راض عنه. أخذت الفكرة؟ أدخله المنزل، ما عاقب، ولكن يقول: أنا ساخط عليك. من الممكن إمام زمانك ما طردك من بابك، أبو هذه الأمة شفيق علينا كجده، ولكن يقول: أنا غير راض عنك، أنت طالما تؤذيني بفعلك. نظرتك سهم تقع في قلب إمام زمانك، تنظر إلى أجنبية محرمة، طعنت قلبه الشريف وأنت لم تشعر. نعم، الإمام قلبه انعكاس لما يجري في هذه الأمة. إن لم ترضه بشيء لا تؤذيه بفعلك، هذا أضعف الإيمان. إذن هذا المعنى اجعله في بالك، حاول. ولهذا تقول في الدعاء: وهب لي رأفته ورحمته ورضاه. هنيئا لمن كان إمامه راضيا عنه. الآن كيف نرضيه صلوات الله وسلامه عليه؟ أذكر لكم بعض طرق الإرضاء صلوات الله عليه، وأن تكتشف المزيد. أنا أعطيك رأس الخيط وعليك الباقي. أضعفه، أنتقل من الأضعف للأقوى. أولا ذكره، الدعاء لفرجه. صبيحة هذا اليوم هل دعوت له في دعاء الندب أو غيره؟ الله عليكم، هل منكم أكمل دعاء العهد 40 صباحا طوال عمره من البلوغ إلى الآن؟ هل توفقت لهذه الزيارة؟ البعض يقول: التزمت الأربعينية هذه، وصلت الصباح 40، غلب علي النوم. يعني هناك خلل في البين. طبعا شهر رمضان كانت فرصة جيدة، لو كنت ملتزما من أول الشهر بدعاء العاهد. عادة المؤمنون مستيقظون فجرا في شهر رمضان المبارك، لو التزمت مع 10 أيام من شوال تمت 40. الآن ابدأ لا ضير. هل في ديوان عملك هذه 40؟ أنا لا أقول هذه 40 شق القمر، 10 دقائق، ولكن التوفيق لها علامة إيجابية أن توفق، وإلا الأمر هين. 10 دقائق ما وزنه في حياتك؟ إذن دعاء آل ياسين، اتفاقا آل ياسين فيها مضامين عاطفية جميلة. إن ذهبت إلى أرض سامراء في سرداب الغيبة أمام قبر آبائه، اقرأ هذه الزيارة المباركة. البعض من المؤمنين قلبه لا يطاوعه في قنوت صلاته، على الأقل في قنوت واحد يقرأ دعاء الفرج، واجمع بينه وبين غيره من الدعاء. لماذا أنت مستعجل؟ اقرأ دعاء الفرج، اقرأ ما تريد من الأدعية، ادع لنفسك،
اتفاقا القنوت من نعم الله عز وجل على العبد. أنت في الحمد والسورة مقيد، الركوع والسجود الذكر محدد، ولكن في القنوت أدعو بما شئت، افتح الرسالة العملية، يجوز لك أن تقنت بلغة قومك. إنسان من أهل الصين لا يعلم العربية، أدعو بلغتك، تفاعل في القنوت كما تحب وترضى، إذن الدعاء له. ولكن بعد ذلك ماذا؟ أن تكون كما يحب صلوات الله وسلامه عليه، كن من الممهدين. جاءني أحدهم اتفاقا من ناحية أعجبت بكلامه، ومن ناحية ترددت فيه، قال: هل تقول أتعلم فنون القتال هذه الأيام؟ قلت: هذا جيد، ولكن الأهم أن تكون على مستوى التمهيد والظهور. أين قلبك؟ أن تنمي عضلات البدن جيد لا بأس، ولكن اعمر قلبك، كن مهدويا في فعلك. إذا سئلت زوجتك عنك تقول: ما رأينا منه إلا جميلا. إن سئل ولدك عنك يقولون: هذا نعم الأب، نعم الزوج، نعم الجار، نعم العامل، نعم التاجر، نعم لا يغش في عمله، نعم الموظف. حاول أن تكون متقنا عملك في أي دائرة كنت. ونملم حديثي، أختمها بخاتمة شعورية: إن لم تكن قد قرأت دعاء الندبة معي الآن في هذه الساعة المباركة في اللحظات الأخيرة، ندعو له ونتمتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا نخاطبه: أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء وأنت بجوار قبر الحسين عليه السلام؟ قل: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إن أردت أن تدخل إلى قلب إمام زمانك أذكر له ما جرى على جد. هذه الأبيات لولا أننا بجوار قبر الحسين لما ذكرته في هذه الساعة. أقول: يا مولاي انظر إلى مجلسنا هذا، القبر قبر جدك والمجلس مجلسه، وهذه الأبيات ماذا تصنع بقلبك؟ ما تتصبر في انتظارك؟ أيها المحيي الشريعة انهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. سيدي، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفجيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ أي فجيعة؟ أنا بأي لسان أذكر هذه المصيبة؟ إن جرت دمعتك امسح دمعتك وتقرب بها إلى الله حيث الحسين على الثرى، جيش العداء طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. إن حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديع. الآن بهذه الدمعة ارفع يديك إلى السماء طالبا فرجا، أما يجيب
مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، عجل له الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة مع الصلوات.